أهلا وسهلا بالجميع. أنا راح أحكي عن الكورونا والتطور. لنبدأ بهذا الموضوع، لازم نفهم شوي شو هو التطور، بعدين نفهم شو علاقة الفيروس الكورونا بالذات مع التطور الإيفولوشن. وزي دكتور بسام، I'm gonna be a combination بعربي وإنجليزي، ومنتابع الأسئلة، يعني بحاول أخلص ب 25 دقيقة أو أقل، وبعدين نحط 5 دقائق للأسئلة إن شاء الله، وأي واحد بيقدر يتابعني بعدين بيقدر. طبعا أول شيء حطيت كتابي للكثير كان يسألني عنه، كتبناه أول شيء بالإنجليزي وهلأ موجود في اللغة العربية، وحطيت بالشات اللينك للدار العربية للعلوم لأي حدا بحب يعني يشتري الكتاب ويبعتولي شو رأيكم فيه، لأنه أنا كثير مكيفة أنه هو باللغة العربية إن شاء الله. لما أبدأ أحكي بأي موضوع شائك أو فيه اختلاف آراء، عادة دائما بذكر الجميع إنه في آراء مختلفة بتكون حول الموضوع، فمو شرط إنه كلياتنا بنشوف الموضوع من نفس وجهة النظر. فإتس جاست إتس برسبكتيف، زي لما نشوف هاي الصورة، ممكن ناس يشوف صبية فيها، وممكن ناس يشوف وحدة كبيرة بالعمر. تنين صح، ما في غلط وصح. It's just a matter of perspective. So one advice is انتو بتواجهوا اشي مش واضح perspective you think انه you disagree مع الناس، that's okay، اسمع لهم، لانه لعل وعسى يكون لهم وجهة نظر انه السبب انه هن بيفكروا بطريقة كتير مختلفة عنكم. فبذلك لما اطلع انا على anything in science I use the scientific method، اللي هي جزء من حضارتنا اصلا وثقافتنا، انه we observe and then we ask questions, we're curious, and because of those questions بنطلع hypotheses to try to explain the questions, and then we test those hypotheses by doing experiments, and then if our results confirm the hypotheses بيصيروا theories, and if they don't you have to go back, make more observations and new hypotheses. فمن هذا الباب احنا يعني العلماء على مدى القرون الماضية كانوا يطلعوا على الكائنات الحية والبيئة حوالينا ويحاولوا يسألوا السؤال، طب كيف طلعت كل هالكائنات الحية باختلاف أنواعها، من الفيروس للبكتيريا للنباتات للحيوانات حتى لإحنا. فالجواب كان على هذا السؤال اللي هي نظرية التطور. فشو هي نظرية التطور؟ Let's imagine briefly إنه إحنا عايشين عم نطلع على غابة من الشجر. أي نوع شجر المفضل تبعكم؟ عندكم شجر زيتون، شجر سرو، اللي بدكم إياه. هذا الجروب اوف شجر اللي قاعد بهاي البوبوليشن بيكونوا هن كلياتهم شجر، نعم أي نعم شجر زيتون مثلا، ولكن في اختلاف بين الشجرة والشجرة قليل، في اختلاف قليل. هذا الاختلاف بيكون جاي من المادة الوراثية تبعتهم، إنه في بعض الاختلافات بيناتهم، ولكن هاي الاختلافات ما بتخليهم يصيروا كائن حي تاني، إنما اختلافات بسيطة. وهي الاختلافات بيكون لها معنى إذا تعرضت الشجر هذا تعرض مثلا لتغير في البيئة، فمثلا إذا صار في حرارة عالية مثلا، فشو بيصير؟ بعض الأشجار بيتحملوا الحرارة العالية فبيضلهم يكبروا ويطلعوا بذور، والبذور بتكبر للجيل الثاني بيكون عندها هاي التريتس تبعت اللي بتحمل حرارة عالية، وبيكون في أفراد شجر تانية من نفس المجتمع ما عندهم هذا الصفة اللي بتخليهم يتحملوا الحرارة، فهدول ما بيكبروا ما بيجيبوا بذر، فلما نرجع على الجيل الثاني بيكون معظمه من الشجر اللي بيتحمل الحرارة. هلأ أعطي كمان كم من جيل وممكن يرجع تتغير البيئة ويصير مثلا في مطر كتير، فصفة اللي ما بيتحملوا المطر بيموتوا، واللي بيتحمل المطر بيضلوا عايش، فصفى الصفات هلأ اللي عم تتورث اللي بيتحمل الحرارة وبيتحمل المطر. ولكن ممكن بعد كمان كم من جيل يرجع يصير الدنيا برد، فاللي كان الأفضلية إله اللي بيتحمل الحرارة هو أحسن إله بيبطل هو أحسن، بالتالي هدول بيموتوا، ومين اللي بيصفي بيقدر يكبر ويجيب بذور؟ اللي بيتحملوا البرد. وهذه هي نظرية التطور، إنه عندنا عدد كبير من الكائن أفراد المجتمع بتتعرض لظروف بتأثر على مين يعيش أطول ويجيب أولاد ومين ما يعيش أطول ويجيب أولاد بسبب الصفات الوراثية من زمان، وهي فهي مش صفات جديدة بتطلع، إنما هي موجودة من زمان. وبالتالي مشان هذا التنافس راح الجيل الجديد راح يكون فيه صفات مختارة تختلف عن صفات الجيل اللي قبل، ولكن ما بنقدر نتنبأ شو هي، لأنه ما بنقدر نتنبأ شو بيصير في البيئة فيما بعد. فهي هي نظرية التطور، وطبعاً معناها إنه الكائنات بتتغير مع الوقت، والكائنات الحية باختلاف أنواعها اللي بنشوفها اليوم طبعاً أخذت وقت طويل كتير لحتى تتكون، وكلياتها أصلها واحد
خاصة بسبب التشابهات بيناتهم. وهذا مثال على الانتقاء الطبيعي، مثلا كيف اليوم كل أنواع الفاميلي تبعت القطط، من الأسد للبؤة للجاغوار، كيف كلياتهم والقطة نفسها كيف طلعوا، كان في لهم أصل واحد، وباختلاف البيئة مع وقت طويل ملايين من السنين صار عندنا الأنواع المختلفة. طبعا هذا لا يعني أن الانتقاء الطبيعي بيؤدي لإشي بيرفكت، لا، هو بيؤدي لشو، إشي أنسب للبيئة في ذلك الوقت، والبيئة بتتغير، بالتالي ما هو أنسب للبيئة ممكن يتغير، وهو مش عشوائي، حسب شو البيئة بيصير في انتقاء لهي الصفات، وما في إشي أعلى وأوطى وأحسن وأسوأ. وعادة الانتقاء الطبيعي على تبين شو هي الصفات المناسبة لظروف حصلت في الماضي، مش لظروف ما رح نعرف شو بيصير فيها في المستقبل. وأكثر إثبات طبعاً من ضمن كل الإثباتات اللي هو التشابه DNA، المادة الوراثية بين كل الكائنات الحية، من أبسطها الفيروس والبكتيريا للإنسان. أوكي، والإفولوشن يعني كله حوالينا بغض النظر، يعني فهمناه أو ما فهمناه، تقبلناه أو ما تقبلناه. فمثلا كل النباتات اللي بناكلها اليوم عبارة عن نباتات كانت وايلد، مو طيبة ولا لونها حلو ولا ريحتها حلوة، والإنسان المزارع ضلوا ينقي اللي أطيب واللي طعمته أحلى واللي ريحته أحلى واللي شكله أحلى، وجيل عن جيل صار عندنا البنادورة اللي منحبها اليوم، الفجل اللي منحبه اليوم، الزهرة اللي منحبها اليوم. وحتى نحن هلا بالادويه لما نحارب الفيروسز بنطلع نوع مثلا دواء بيقتل الفيروس اللي بيكون انصنع الدواء ليقتل الفيروس اللي درسناه برا الجسم، ولكن الفيروس لما يفوت جوا الجسم بيصير ينقسم بسرعه، وانقسامه بيصير في اخطاء في الانقسام بتسبب طفرات، هي الطفرات بتطلع فيروس شوي بيختلف عن الفيروس اللي فات جوا جسمك، بالتالي الدواء اللي بتاخده بس بيقتل الفيروس اللي انعمل مشانه الأصلي. والأنواع الفيروسات الجديدة اللي طلعت في جسمك نتيجة الانقسام وتراكم الطفرات ما بينفع هذا الدواء له، مشان هيك في دواء تاني بتاخده ليقتل النوع التاني، وهكذا لا تقدر تقضي عليه. ولكن بما أنه الفيروس دائما بينقسم، معناها أنا لأصمم دواء بدي أكون دائما عم بتغير. مشان هيك مثلا الإنفلونزا فاكسين تاخده السنة، ما بينفع للسنة الجاية، بدك تاخذ واحد جديد، لأنه نحن كعلماء بنطلع فاكسين جديد يلائم الإنفلونزا الفيروس شو كيف صار شكلها بعد ما انقسمت. طيب هون بنيجي على الكورونا فيروس وشو علاقته بالتطور. طبعا الكورونا فيروس اللي هلا بنسميه طبعا كوفيد 19 طلع ما صار له يعني بينعد بالأشهر وجوده موجود على الساحة. طبعا طلع أول شيء بالصين وانتشر لجميع أنحاء العالم بسبب السفر والطيران. يعني زمان كان يطلعوا فيروسات ويصيبوا الناس ولكن ما تنتشر بشكل عام لكل العالم بسبب أنه ما كان في وسائل التواصل اللي موجود الآن، وهذا اللي خلى الكورونا تنتشر بهذه الطريقة ويصير في بانديميك بمعنى الكلمة. ولكن هي مش شيء جديد، ما عمره صار بالتاريخ، إنما التكنولوجيا خلته يصير له أثر أكبر. هلا طبعا في كتير theories بتقول انه هذا conspiracy theory، في ناس صنعوه بمختبر كآلة حرب انه بده يقتل الناس. طبعا لحد هلا يعني هذا لحد هلا ما في ولا اثبات لهيك نظرية ابدا ابدا، وبالتالي نحن هلا في كتير theories بتطلع، ولكن دائما العلم هو اللي بيعطينا الاساس هل هذه theory لها معنى او ما لها معنى. فقصة انه هي انعملت في مختبر لسبب انها بدها تنشر في الدنيا، يعني هذه مش معنا ولا إثبات يأيد هذا الإشي. تاني نظرية اللي طالعة بين الناس إنه هذا فيروس تهرب من مختبر أو هرب من مختبر، إنه تصنع مختبر وإتليكت، يعني حدا بالغلط طلعه من المختبر. كمان لحد اليوم ما في إثبات على هذا الإشي، ولو إنه طبعا في عنا فيروسات بالمختبرات ولكن معظمهم يعني محاطين بسيفتي كتيرة. وعلى كل حال الفيروس هذا الأكترية إنه هو طلع كان بالطبيعة، وبسبب الإيفولوشن والتطور صار عنده ميوتيشنز بحيث إنه قدر يصيب الإنسان. شو معنى هذا الكلام؟ فهو عبارة عن انتقاء طبيعي عم بيصير دائما بالطبيعة بناء على نظرية التطور اللي شرحت لكم إياها. هلأ إحنا بنعرف إنه في كتير أشياء ممكن إحنا تصيبنا to infect us، من parasitic worms لبكتيريا لفيروسز، والفيروسز are very very small، فهن بيصيبوا مش بس الإنسان والحيوانات كمان بيصيبوا البكتيريا. وطبعا عندنا ملايين من الأنواع من الفيروسز ومعظمها بتصيب الكائنات الحية.
الفيروسز عبارة بيكون في عندنا DNA أو RNA material وحواليها بيكون في بروتين، وممكن ببعض المرحلة الفيروسز في حوالين البروتين غطاء دهني يحمي الفيروس، فهناك بيقول غسل إيديك مشان الغطاء الدهني هذا يروح تقتل الفيروس. زي ما قلنا الفيروس بيصيب بكتيريا وبيصيب نباتات، ولما يصيب الخلية وهي بهي الحالة هون مثلا الاكزامبل بالصورة خلية بكتيريا بيفوت لجوا بصير يتكاثر جوا الخلية وبعدين بتنفجر الخلية وبينتقل من خلية لخلية. هلا الكورونا فيروس عائلة من الفيروسات اسمها كورونا مشان شكلها البروتين اللي على سطحها زي التاج، وهي من اكبر الفيروسات مقارنة بالفيروسات الثانية. طبعا هي مش جديدة كعائلة، يعني عندنا الكورونا فيروس بتصيب الدجاج، كورونا فيروس بتصيب الخنزير، وكورونا فيروس بتصيب الانسان بتسبب له الرشح العادي، اوكي. ولكن اللي صار انه لما بصير لها ميوتيشن للفيروس وبتيجي بترتبط بخليه بالانسان واذا فاتت لجوا بيصير في الانفكشن اللي نحن اللي ممكن يصيب الانسان. هلا قلنا الكورونا فيروس اللي كانت موجوده قبل هي ما بتمرض الانسان الا رشح خفيف، ولكن مرات بيصير انه بينتقل الفيروس من كائن حي سبيشيز لسبيشيز ثاني، فمثلا ممكن ينتقل من الطير للانسان. هلا شو بيصير انه نحن بنستنشق لانه بنعيش مع الكائنات الحيه مع الدجاج مع الحيوانات، فممكن نستنشق الفيروس تبع الطير وبيجي على الخليه الانسانيه. هلا في معظم الحالات ما بيقدر يرتبط وما بيصير في انفكشن وخلص، ولكن بسبب التطور والايفولوشن بيصير في ميوتيشن، يعني بيصير في تغيير بالسلسلة الدي ان اي نتيجة التكاثر لأنه الفيروس بيعمل نسخ من حاله، أو نتيجة أنه فيروسين ممكن يندمجوا مع بعض ويطلع بفيروس تاني، فقطع من الفيروس ممكن تفوت على فيروس تاني. بسبب هذه الطفرات أو بسبب الريكومبينيشن يعني بيصير في أشياء جديدة بيصير عندنا فيروس ميوتنت مقارنة بالبيرنت فيروس. هلأ معظم الميوتنت اللي بتطلع بتكون ديليتيريوس، يعني الفيروس ما بيقدر من خلالها يصيب ولا إشي خلاص، يعني لو فات على كائن حي تاني ما بيصيبه، ولو رجع على الكائن الحي الأصلي اللي طلع منه كمان ما بيصيبه، بالتالي it's a dead end بيموت بمحله. هذا معظم الميوتيشنز هيك بيصير فيها، ولكن في بعض الحالات احتمالاتها كتير قليلة الميوتيشن الجديد تعطي القدرة انه الفيروس يقدر يفوت يربط على سطح الخلية ويفوت لجوا، اوكي. وهذا مثلا لما انتقل الفيروس من الدجاجة للإنسان مثلا اللي بيصير انه بتتغير، فبيصير السبايك بروتين ممكن يلبق على الانسان. هل عادة قلنا بيفوت بيستنشق الانسان فيه ميوتيشن ممكن يدقر يعني يركب على الفيروس ممكن لا، حسب قديش قوة الارتباط بيناتهم، اوكي. فممكن ما تعمل ولا اشي وممكن لا تدخل وتفوت وتعمل اشي. واللي بيصير اذا فاتت جوا بيصير في انقسامات اكتر، بيصير في ميوتيشنز اكتر بحيث تصير احسن على التعايش جوا جسم الإنسان، وهذا حكيناه بالإيفولوشن، يعني بصير في انتقاء طبيعي. مين اللي بتعيش أكتر؟ اللي بناس الفئة الطفرات اللي بتناسب البيئة اللي حواليها. مين البيئة اللي حواليها هلا الجديدة؟ هي بيئة الإنسان بالرئة مثلا أو بأي محل تاني هي إجت، وهيك بصير في عندي تكاثر سريع للفيروس في الصفات اللي بتخليها تتلائم وتعيش بهذا المكان الجديد، وفجأة بصير عندي مرض جديد وبينتشر بكل العالم وبصير اللي صار اللي هو الكوفيد 19. فبالتالي إذا بنطلع كيف الفيروسات هدول ما إجوا فجأة، هدول موجودين من ملايين السنين وعم بيتكاثروا، بس معظم المرات الطفرات الجديدة بتطلع فيها بيموتوا، شايفين الأكس، وبعض المرات لا ما بتموت وبتعطيها صفة جديدة بحيث أنها تقدر تنط من سبيشيز لسبيشيز وبتبدأ تتكاثر جوا السبيشيز بالانتقاء الطبيعي وبصير في عنا الأوتبريك أو الباندميك. هلأ من ناحية الكورونا فيروس في كان السارس كورونا فيروس موجود من زمان بنلاقيه بالوطواط، وفي عنا سارس كورونا فيروس بحيوان تاني اسمه السبت، هدول موجودين. والسارس كورونا فيروس اللي بيصيب الإنسان اللي أول القرن العشرين 21 طلع، وهذا كان يصيب الرئة بالمستوى المنخفض lower respiratory وكان كتير كتير سيء ومات منه كتير ناس وقتها، ولكن ما كان ينتشر بسرعة كتير. طبعا بعدين طلع الميرز اللي هو من الجمال كورونا فيروس وانتقل للإنسان، واليوم عندنا النيو كورونا فيروس. فالسؤال من وين إجا؟ هلا زي ما قلنا لأنه نحن بنتعامل مع الكائنات الحية فهو بيجي سبب تعاملنا مع الكائنات الحية. فمثلا HIV إجا من الشمبانزي لأنه في كان ناس ببعض البلاد بأفريقيا كانوا يستعملوا لحم الشمبانزي، فهن بيقطعوا اللحم انتقل الفيروس من الشمبانزي للإنسان. نفس الشيء السواين فلو انتقل للإنسان من الخنزير،
استعملوه، كانوا يقطعوه يطبخوه وانتقل لنا. ونفس الشيء سبانيش فلو، سبانيش فلو تبع 1918 اجى من الدجاج، تعامل مع الدجاج، انتقل الفيروس من الدجاج لنا وصار اللي صار. فمن وين اجى الكوفيد 19، الكورونا فيروس الجديد؟ طبعا الاعتقاد بعد ما اطلعنا على السيكونسز انه بدا بالوطواط وانتقى منه، بيشبهه كتير الإنسان بحيوان بالصين اسمه بانغولين. وهذه دراسة طلعت جديد من واحد من our collaborators راسموس نيلسون ببيركلي، وهون اتبع الفيروس الكورونا صار له موجود زمان، يعني من 1200 في لينيج ترجع لهون لهذا this is old. وإذا اتبعناه في عنا سارس كوفيد لحال اللي موجود قلنا بالوطواط وبهدول، وفي عنا السارس كوفيد 2 مبين إذا بنرجع باللينيج إنه في عنا هون البانغولين عنده واحد قلنا، وفي عنا البات اللي هو بيشبه الإنسان هون، وعنا الجديد اللي طلع اللي سارس كوفيد 2 اللي بيصيبنا نحن. فthis is how نتبع من وين إجا الفيروس وين أصله، ونقدر نتبع شو صار فيه. تمام؟ وطبعا نحن ندير بالنا هذا رح يصير ممكن يصير دائما أكتر وأكتر، لأنه نتعامل مع حيوانات، بناكل من النباتات والحيوانات، ومشان السفر. فالكورونا فيروس مش آخر بانديميك رح يصير ولا هو أول واحد، مشان هيك نتعلم أكتر ونكون حريصين مشان نتفادى ونتعلم من تجربتنا اليوم. النقطة الثانية بالإيفولوشن، فإذا طلعنا من الفيروس من وين إجا، هلأ إذا نطلع الفيروس الكوفيد 19 طلع بالصين، طبعا هو انتقل لتقريبا كل منطقة في الكرة الأرضية، فهل صار عليه ميوتيشن هو بينتقل من إنسان لإنسان؟ هلأ اللي طبعا في عنا تشاينيز variant اللي الناس فحصت اللي طلع بوهان، وطلعوا على اليوروبيان variant اللي طلع من إيطاليا وإسبانيا. في بعض الاختلاف بين تبع الصين وتبع أوروبا بنسميه الفاوندر إفكت، يعني بيكون جاب تبع الصين صار عنده ميوتيشن انتقل لأوروبا وانتشر، ولكن بشكل عام لحد اليوم it's a pretty stable virus، يعني مش كل يوم عم بيتغير، مش كل يوم عم بيطلع طفرة جديدة. Which is يعني ممكن هذه فائدة إن ممكن نطلع فاكسين أسرع، مش رح يضلوا يتغير زي الإنفلونزا فاكسين، بس كمان إله مساوئه إنه كل ماله يعني it's already very good in attacking the immune system وبال circumventing the defense systems اللي إحنا موجودين. لأنه اللي بيميزه إنه السارس كورونا فيروس كان بس بيصيب lower respiratory، فبالتالي لو انتشر ما لم يفوت جوا بجهازك التنفسي مش رح تمرض. الكورونا لا، بيقدر يعمل infection بالupper وباللower، فبالتالي مشان هيك الناس ممكن تدور asymptomatic أو يكون عندها symptoms قليلة، ولكن حسب كمية الفيروس اللي صبتها قديش وصلت جوا الجسم تبعك. بالتالي we don't know a lot about the virus لنفهم شو الباث تبعها. The third thing, the last thing we're going to look at اللي هي فهمنا الفيروس وكيف بيتغير مع الإيفولوشن، what about the host اللي هو نحنا، إنه لما الفيروس بيربط على الريسبتور، طبعا عرفنا إنه بيربط على ACE receptor، أوكي هذه مكان ارتباطه بأي خلية من خلايا الإنسان، ومش بس لحاله، في عنا other proteins that help in the binding، عنا furin وعنا TMPRSS2. فصاروا العلماء يدرسوا هدول الريسبتورز يفهموا أول شيء كيف الترابط بيصير، بس from a genetics point of view and an evolution point of view بدنا نطلع هل في اختلاف بين الناس بالسيكونس تبع الACE receptor تبعهم اللي بيخليهم إنه البايندينج تبع الفيروس عليهم تختلف، بالتالي نسبة الإصابة تبعتهم أو شدة الإصابة ممكن تختلف. ففي دراسات عملت يطلعوا على الACE 2 sequence ببوبوليشنز مختلفة حوالين العالم، وطبعا في اختلافات من population لpopulation بالACE جين زي ما بتشوفوا هذا توزيعهم، ومشان هيك بنلاقي في شعوب تنصاب، أو أحد الفاكتورز إنه في شعوب تنصاب أكثر من شعوب. طبعا لحالها لا، إنه it's very complicated. وهلأ في إشي اسمه the COVID-19 Host Genetics Initiative، موجود anybody can join، إذا عنده عينات بده يبعتها، it's updated, it's open to the public، إنه نشوف شو علاقة الإنسان والوراثة ومين نحن بمدى إصابتنا بالفيروس ومدى استجابتنا للفيروس ومدى سرعة شفائنا أو عدم شفائنا من الفيروس. آخر جزء بدي أحكيه على الهيومن سيل أطلس. إحنا عنا الكوفيد-19، we want to understand كيف بيصيب الخلايا مشان نقدر نطلع therapies و prevention على هذا المستوى. So the Human Cell Atlas is an effort طالع من MIT و Harvard اللي بيعمل إنه it tracks every cell in the body.
And what they did, إنه أخذوا طبعاً اللونج لأنه هو الانتري بوينت للفيروس وطلعوا على the different cells in the lung tissue which is very complicated وبعدين شافوا which one اللي بينصابوا بالفيروس يعني which one is the one that has the ACE receptor بينصاب بالفيروس وبعدين بدرسوا كل هدول التيشوز مش بس اللونج but all the other tissues to look at the ACE receptor بهدول التيشوز ولقوا إنه الACE receptor موجود in many tissues which makes sense لما يصير في symptoms بالمعدة و symptoms بالدماغ و symptoms بمحلات تانية لأنه في ACE receptor بالتالي الفيروس عم بيفوت فالقصة إنه بدنا ناخد هدول الخلايا نحط COVID-19 عليهم وندرس كيف بيستجيبوا لCOVID-19 عشان نفهم كيف الCOVID-19 بيصيب هدول طبعاً التقى إنه في correlations إنه الرجال أكثر عرضة من النساء اللي أكبر بالعمر إلهم أكثر عرضة واللي بيدخنوا أكثر عرضة طبعاً وهي تبعناها مع الACE expression في tissues مختلفة في الجسم وأيضاً الACE expression إذا منشوفه الأزرق إنه هو أقل في الأطفال مشان هيك منلاقي نسبة الإصابة أقل طبعاً these are only one factor from many many factors So how do we study this? ناخد epithelial tissue من إنسان مريض ومنحطهم بصحن ومندرسهم ونعطيهم COVID-19 ومنشوف ولكن tissues بصحن ما بيكفي فمرات كتير we want to create organoids يعني lung صغيرة جوا صحن بثلاث أبعاد عشان أفهم عن جد كيف بتطور المرض and that's what they did. So this is a picture of an infection with the SARS-CoV-2. طبعاً this is data which was presented بالInternational Stem Cell Conference last week. فthis is كله تازة هاي الداتا. فعملوا organoids from different, let's say, organs. فطلع lung, pancreas, liver, cardiomyocytes, macrophages, cortical neurons. مشان ندرس كيف الCOVID-19 بيأثر عليهم كلياتهم. مشان نقدر نفهم وهون إثبات إنه yes we were able to infect these lung organoids and we saw the virus there and the reason is مشان نقدر نفهم ال host immune response ومشان to screen drugs بطريقة أسرع إذا لأنه إذا أنا عندي خلايا organoid تشبه اللung بصحن أنا أسرع بكتير من أعملهم بس بتيشو culture عادي Lastly, you know, we need to be careful. يعني مليان information اليوم على COVID-19 all over the internet. لازم نكون كتير حريصين إنه مين من وين هاي المصادر لأنه في مصادر كتير خطأ في مصادر كتير مضللة عن قصد وعن غير قصد ف we have to be very very careful إنه نرجع للمراجع الصح وما ننقل خبر إلا إذا نحن تأكدنا فيه 100% فما نكون نحن آلة بهذا الإشي طبعا من المراجع Nature Science بالإنجليزي هدول موثقين وفي منهم Nature عربي وفي ساينس بالعربي العلوم تطلع من الكويت وهنا حطيت لينك لارتيكل عن طالع جديد من نيتشر امبارح هيو جولاي 3 تعطي زي تلخيص عن 6 months of coronavirus شو المسائل بالضبط اللي عم نشتغل عليها وطبعا مشان نحن شو نعمل what are the best therapies the vaccines the medicine نرجع لل WHO اللي هي يعني المرجع اللي نتاكد انه ما في حدا عم بيلعب بالداتا ما في حدا عم بيعطينا معلومات غير صحيحه تمام وهون انا بتوقف اذا في اي سؤال او استفسار going forward شكرا جزيلا